نروح للفنان مجد القاسم اللي هو من بين الفنانين اللي دايما بيحاولوا يقدموا اغاني بشكل جديد، ويمكن على مدار مشواره الفني وهو بيحاول دايما يقدم كل انواع الموسيقى والغناء، من موال لاغاني فولكلور لرومانسيه، ويمكن كانت بدايه شهرته اغنيه غمض عينيك اللي كان طبعا بتشاركوا فيها الفنانه مي كساب لاول مره. كاميرا صباح الورد زارت الفنان مجد القاسم في الاستوديو الخاص بيه، اتكلموا معاه عن اعماله الجديده وخصوصا كليب يلي ناسيني اللي هينزل بيه في اوائل السنه الجديده واللي تم تصويرها في شرم الشيخ. ده بيعتبر الكليب الرابع اللي اتصور هناك، وكان اخرهم كليب بيتك بيتك اللي غناه مع اخوه محجوب. تعالوا بقى مع بعض نشوف كاميرا صباح الورد والحوار مع الفنان مجد القاسم. من هنا بدأ الهوى، من هنا بدأ الكلام، واللي عطشان ارتوى من هنا لحظة غرام، واللي عطشان ارتوى من هنا لحظة غرام. أغنية يلي ناسيني بالتحديد، خلينا نبدأ بالتفاصيل، نقول هي كلمات صلاح عطية وألحان فولكلور سوري وتوزيع باسم منير وأخرج حميد البارون. الأغنية دي بالتحديد كنت عايز أصورها يعني تصوير عادي استعراضي لأنه جو شرقي كده، هي أغنية شرقية، إنما كون إحنا في أحداث متسارعة كده في الفترة الأخيرة وخصوصا موضوع محاولة ضرب السياحة في شرم الشيخ، فأعتقد كل فنان غيور على 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 مصر وعلى على العالم العربي عموما عنده وجهة نظر إنه شرم الشيخ تبقى دايما رائدة في 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 السلام وفي الحب وفي الجمال وفي في السياحة. الدنيا تغيرت دلوقتي، في انواع كتير من المزيكا مش عارف ايه، بس انا لازلت مصر يعني دايما امشي في الطريق الشرقي لانه بعتبره هو الشيء الباقي مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الالوان الموسيقيه، شويه كده تلاقينا كلنا رجعنا للشرقيه وللاصاله. انت الحب وهنا هنا بيتك، اوعى الزعل يخرب بيتك، قربت رمت حضن حبيبك، يلا حبيبي بيتك في خضم طبعا اللي بنسمعه من الاشكال المزيكا اللي بطعم واللي بدون طعم واللي فعشان كده انا عملت الشكل ده من المزيكا، بس في الروح الجديده يعني في الروح اللي الناس بتحبها، عايزه ترقص وعايزه تهيص وعايزه مش عارف ايه، عملته. بالاضافه لده دخلت بموال من المواويل الفصحى اللي الناس حبتني فيها من زمان، يعني من ايام يا من هو اعز هو اذلني يبلغوها ورحلتم ومش عارف ايه كل الحاجات دي، عملت موال جديد طبعا قبل الاغنيه ودخلت بالاغنيه دي، ويعني انا عندي احساس كويس انه الاغنيه دي ان شاء الله هيبقى ليها طعم كده مع الناس باذن الله. وحياتك عندي ملك غير قلبي يا روح الروح، بيتك 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 بيتك، نار البعد حبيبتي تكويني، اوعى يوم تغيب لا يا نور عيني،